كل مرة بنتلاقى بحدا بيسألنا شو الأخبار. تابعونا كل نهار أربعة الساعة 3 لنتناقش ونتحاور ونسلط الضوء على أهم المواضيع اللي بتخصنا كلنا بتجرد وموضوعي. برنامج شو الأخبار مع حسين هاشم كل نهار أربعة الساعة 3 على راديو سينا 102.3 FM. تابعونا لتعرفوا شو الأخبار. تحياتنا لكم متابعينا من واتساب ميديا نتورك شو الأخبار ويب تي في، معكم حسين هاشم وحلقة جديدة من برنامج شو الأخبار واتساب تاك شو حصريا على 102.3 FM. منطل عليكم كل نهار أربعة وخميس من الساعة 3 للساعة 4 عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وضيوف ومواضيع مهمة بتخصنا جميعا كجاليات عربية وشرق أوسطية في ميشيغان وفي أمريكا. اليوم ضيفنا رح يكون الأستاذ هارون بهاتي من كابيتال بزنس بروكرج. رح نتحدث عن موضوع كتير مهم. هارون طلع معنا تقريبا من شي سنة ونص، تحدثنا عن هيدا الموضوع، وموضوع صراحة هيك كتير حلو، فقلنا له لهارون let's do this topic again، خلينا نتحدث فيه عشان العالم تستفيد من هيدا الموضوع. اليوم رح نتحدث عن بزنس بروكرج، او مثل ما بسموها بالعربي الوساطه التجاريه. لما واحد فور اكزامبل بده يبيع، اذا عنده بزنس وبده يبيعه او بده يشتري بزنس فور اكزامبل، فرح نتحدث كيف بيحددوا قيمه هيدا البزنس، يعني الفاليو تبع البزنس، كيف فيك تحضر هيدا البزنس لحتى تبيعه، وكل هالشغلات يعني فاينانسينج وكل شيء خاصه بموضوع selling أو buying a business، يعني إذا واحد بده يشتري شركة أو بده يبيع شركة كيف في يعملها. فموضوع كتير مهم صراحة، أنا حبيت كتير النقاط اللي رح نحكي فيها اليوم، فبتمنى منكم أكيد تستمعوا لهذه الحلقة وتشاركونا أكيد مثل العادي من خلال اتصالاتكم على الراديو. الحلقة تعرض بشكل مباشر، ففيكن تشاركونا موضوع الحلقة من خلال أسئلتكم على 313-769-6666. والرقم الثاني هو 519-256-1023. أكيد حلو واحد كمان بيحب يتواصل مع الأستاذ هارون، في يتواصل معه على الرقم التليفون اللي هو 248-855-7752. أكيد استشارة مجانية ويعملوا أناليسز مجاني للبزنس، فأكيد رح نعطي رقم التليفون تبع الأستاذ هارون أكثر من مرة خلال الحلقة. أكيد موضوع كتير حلو اليوم، مختلف عن المواضيع السابقة اللي نحن طرحناها، فبنتمنى أن تشاركونا بالحلقة. قبل ما نبلش حديثنا مع الأستاذ هارون مثل العادة بنحب نتشكر السبونسرز تبع هيدا البرنامج اللي هني المحامي حميد دكروب State Planning and Probate Attorney، أليكس دهيني من Top Mortgage Company، مطعم باشا جريل بمدينة ديربون هايس، Happy Home Furniture بمدينة ديربون وميلفندل، فرحات انشورنس ايجنسي خينا حسن فرحات، ومزاد الولايات المتحدة للسبح والفضة خينا رواد سرور، وعندهم مزاد للخواتم وللمسابح كل نهار تنين أربعة وسبت على الفيسبوك بيج تبعهم اسمها هي US مزاد. خينا هارون أهلا وسهلا فيك. Thank you for having me. حبيبي هلا هارون رح يحاول قد ما في يحكي عربي وانا بترجم لكم قد ما بدكم، فحيلا واحد عنده سؤال فيكم تشاركونا بالحلقه مثل ما اشرنا. رقم التليفون للراديو هو 313-769-6666، ومن كندا 519-256-1023. هارون مثل ما رحبنا فيك، اهلا وسهلا فيك. Thank you sir. اذا بتعرف can you introduce yourself للاودينس، اكيد كنت معنا انت قبل مره yeah. بس كمان it's good هيك على طول نعرف حالنا نرجع للعالم. تفضل. Absolutely. Thank you. As you said, my name Harun Bahati from Capital Business Brokerage. We're located in Farmington Hills. We specialize in helping our clients buy and sell businesses. حلو. Yeah. كتير منيح. So basically انتم اختصاصكم الوحيد انه تساعدوا الزبائن تبعكم يشتروا او يبيعوا بزنس. Yep, both of them. So اختصاصي بزنس. Yes, absolutely. عبيت. That's what we specialize in. واحد عم بفكر او انه عم بفكر عنده شوية مصاري بده يعمل investments يشتري بزنس. Yep. او اذا واحد for example عنده بزنس وبده يبيعه، هيدا اختصاصك. This is all what you do. That's all we do. حلو الواحد يختصر شغله. Exactly. طب كتير عالم بيسألوا هارون انه شو هو هيدا بزنس بروكرج وكيف انتو بتكونوا متفق. كتير عالم بيقولوا طب ما انا بدأ لريل استيت ايجنت فور اكزامبل، وهو ريل استيت ايجنت بيعمل كوميرشال وريزيدنشال. Yeah.
إذا فيك تعطينا مثل إنه مثل تعريف أو description شو هو business broker، وكمان السؤال الثاني قسم الثاني من السؤال هو إنه شو what's the difference between أنتو كbusiness broker و real estate agent اللي بيعمل commercial. تفضل. Thank you for that. First of all, thank you for translating and helping with that. So. ترجم لك قبل ما بدك. Thank you. So that's a very good question on what makes us different from a realtor or a commercial realtor. Business brokerage really is a focus on valuing the business additional to commercial property. Okay. So we can absolutely sell commercial property as well, but the real value we bring is on bringing more money to the client by valuing the business with the property. هي نقطة كتير مهمة اللي قلتها عم تقولها أنت هارون. أكيد هارون عم بيقول الفرق بين البزنس بروكرج والريل استيت كوميرشال. مثل ما بتعرفوا أنتوا البزنس مش بس كبزنس، البزنس أوقات يعني بزنس في بزنس فاليو اللي هي أنت كشركة قديش القيمة تبعك أنت كشركة، وفي الكوميرشال بيلدينج اللي هو الفيزيكال لوكيشن تبع المحل. ف في نقطتين مختلفين عم نحكي عنهم هون، مزبوط؟ Exactly. So to make it simpler, we can value things you can't see and touch. حلو. See, commercial realtor can only value what you can see, the building, the land. حلو. But we can value the things that you can't see and touch, which are the name of the business, your customer database, the ability for your business to make money. We specialize in how to value that. عم بيقول أكيد يا الأستاذ هارون أنه يمكن العقاري هو بيبيع الشغلات اللي هي فيزيكال مثل البناية اللي هي موجود فيها البزنس، أما البروكر أكيد في بيع البناية يعني for example، بس كمان هن بيتمنوا يعني بنقول نحن value يعني بيتمنوا البزنس كبزنس كشركة شو قيمتها، مش بس كقيمتها من حيث المصاري اللي بتعملها، كقيمتها يمكن على الاسم تبع الشركة يمكن بحقه مصاري، الكاستمر داتابيز يعني الزباين اللي عندهم الداتابيز كمان حقه مصاري، وغير هيدا بالنسبة للبزنس قديش بيعمل مصاري. هلأ بنحكي نحن عن الفاليو، بس موضوع كتير مهم صراحة، يعني مش عالم كتير بتعطوه بتطلب يقولك يو نو أنا لما بدي بيع شركتي أو البزنس تبعي بدق لريل ستيت ايجنت وبيعه، يو نو هيدي كثير مهمه هيدي، لانه Absolutely. انت ممكن فيك تجيب له مصاري اكثر على الاسم تبع الشركه، على الزباين عم يجوا على هالشركه، فكتير موضوع مهم. لما عم نحكي نحن على شركه هارون، شو انواع الشرك اللي بتبيعوها انتو؟ يعني what kind of انتو بتبيعوا مطاعم، بتبيعوا كل شيء يعني شو؟ Really we've sold so many businesses. Our primary specialization, we do a lot of restaurants, we do a lot of mechanic shops, collision shops, car dealerships. We have right now I have trucking companies that we're selling a lot of trucking companies right now with COVID especially. We've been doing a lot of places shutting down in person. The online shipping becoming common, the trucking business has gotten very, very popular. So we've really done, I have banquet halls coming in. It's a lot of businesses. Basically, any business that you can make money on, we can sell it for you. واو. سو انا سالته للاستاذ هارون عن نوع الشرك اللي هن يعني بيبيعوها او بيشتروها لعالم تانيين. عم بيقول لي مثل المطاعم، مثل الديلر شيب تبع السيارات، مثل المحلات اللي بيصلحوا سيارات الميكانيك شوب، مثل البانكوت هول صالات المناسبات، التراكينج كومباني اللي بيشتغلوا على التراكات اكيد كمان عم بشركات التراكات. فتقريبا كل انواع الشركات هم بيبيعوها او بيشتروها لزباين تانيين. فكتير نقطة مهمة. أكيد نحن بنشير لكم حلو، واحد بيحب يتواصل مع الأستاذ هارون بهاتي، رقم التليفون هو 248-855-7752. أكيد فيكم تتواصلوا معه، والاستشارة مجانية، وهني بيتكلموا عربي وإنجليزي وصيني. قلت لي كمان صيني too. Yeah, absolutely. آه، أوكي. كل شيء يعني. فحيلا سؤال عنكم إياه بأي لغة ما تستحوا، أكيد رقم التليفون مثل ما قلنا لكم عندهم هو 248-855-7752. أكيد حيلا واحد بحب يشارك بالراديو شو مباشرة، تسأل سؤالك على الهواء أو تسألي سؤالك على الهواء، رقم التليفون للراديو هو 313-769-6666. وكمان من كندا، كمان تحياتنا لمستمعينا في كندا، رقم التليفون هو 519
256-1023. هارون, لما انت عم بتفوت على شركة, لما you're going into a business, how do you value that business? كيف انت بتتمنه لهيدا البزنس؟ So the value, primarily, to make it very simple, the value of the business comes down to the amount of money it makes for the owner. Okay. Right? So that would include the owner's salary, that will include the profit of the business, and any personal expenses that the owner might be putting on the business. قلت لي شو أول شيء كان? What's the first one was? The owner's salary. Owner's salary, يعني قديش الأونر هو بيقبض? Yeah. Okay. So, مثلاً, if the owner is on salary for, let's say, $1,000 a week, and that's his salary that he takes, but even after he takes that $1,000 a week at his salary, the business might still make a profit. مزبوط. Right? So, is the owner's salary the profit of the business? And also, any personal expenses that the business is paying for the owner. So, whether it might be health insurance for the owner, the owner might have his car lease on the business. So we take all three numbers, we add them back. So that number is what generates the value in the business. Oh. So right now in the market, the businesses are small businesses, which are under $1 million, are selling for 2x to 2.5x the cash flow. Which is the owner's salary, the profit, and the personal expenses. طيب رح أنا بدي ركز كتير على هالنقطة عم تحكيها, نقطة كتير مهمة عم تحكيها هارون. خلينا ناخد اتصال معنا أشرف على الهولد. تفضل أشرف. هارون. يا أهلا وسهلا فيك خينا أشرف. تفضل. Yes, I have a question. Why I need a business broker as a seller or as a buyer? What is the value it will add it to me as a أشرف. buyer? أنا I like my listeners هيك بس يكون يسألوا سؤالات حلوة. برافو عليك أشرف, سؤالك كتير حلو يا أشرف. تفضل هارون. Yeah. Oh, absolutely. So the most importantly, it comes down to valuing the business. You know, because when you're talking about a commercial real estate property, you can hire an appraiser to come in and value that property for you. But when it comes down to a business broker, we're coming in and we're going to value the business for you. Once the business is valued, selling a business is a lot more complex than selling a property. So let's say someone comes in and they want to buy your business. What is the next step? Are you going to do a purchase agreement? Where the purchase agreement for a business is a lot different than a purchase agreement for a commercial real estate property. Then there is a whole nother aspect to selling a business, which is the buyer has to go through due diligence for the business. Okay. So for example, let's say we're selling a mechanic shop. The seller of the business tells them that, hey, I'm making $500,000 a year in total sales for this shop. Now the buyer is going to come in, they're going to make an offer on the shop based on the number that the seller is saying, but then the buyer will go through a due diligence process to verify that the business is actually making $500,000. هذه نقطة كتير مهمة, by the way. في كتير عالم, for example, بيكونوا عم يشتروا مطعم أو شركة أو شيء, بيجي صاحب هيدي الشركة هو بيعطيهم الأرقام, بيقول لهم أنا أي this is قديش بعمل مصاري و this is my expenses. بس أنت كشخص بدون بروكر أو بدون حدا مختص بهذا الموضوع, كيف رح تتأكد إنه هيدي الأرقام صحيحة؟ Exactly. ما هو صاحب الشركة في مع الأكاونتينج تبعه يمكن يلعبوا بالأرقام for some reason, right? Absolutely. So if a business owner comes in and they list a mechanic shop with us, they tell us that, hey Harun, I have this mechanic shop I want to sell. We go through their financials to verify, are these financials provable? Hello. Right? If you come in and you tell me that, hey Harun, I'm making $500,000 a year in sales at my business, I want to see what is the proof behind it. Hello. Do you have that reported on your tax returns? If you don't have it on your tax returns, there's other methodologies to prove it. So for example, mechanic shops, they use specific softwares to verify, to record their sales. They use that to invoice the customers. We can go look at that software. In some very unique cases, there is a buyer verification process where, let's say, the owner says that, hey, let's turn the numbers from a yearly standpoint to weekly. Let's say he's doing $6,000 a week in sales. Now we might draft up an agreement, a purchase agreement, that states that this buyer is going to come in and wants to buy this business, but they want to stand with you at your business for 2 weeks to verify if you're doing $6,000 a week. Because a lot of the smaller stores, like
You know, let's say we use an example for a local bakery. If they might not have a POS system, they might not have a software or tax returns to prove the sales. So we'll go through that process. Hello. So حتى أرجع للسؤال أشرف أنا أهمية البروكر اللي بهونيك هو لحتى تتأكد لحتى تعمل الدو ديليجنس لحتى تتأكد من الانكم لحتى تتأكد من السيلز لحتى أصلا تعمل فاليو رايت فاليو للبزنس رايت فاليو اوف ذا بزنس اند going through the process to sell the business because it's a lot more complicated than selling a commercial property. حلو. So when it comes down to a purchase agreement, we're having multiple parts of the purchase agreement where there's training required. So if a seller is selling a mechanic shop to someone, they're going to have to train this person from the standpoint of who the customers are, Hello. Who the employees are, to introduce them to the employees, to understand where they're ordering the parts from, who are their suppliers. So to train that, that's also part of مش بس اشترينا البزنس خذ هذا المفتاح وبعتلي وانا فليت. Exactly. So nice, typically, nice. A seller, we require the seller to train the buyer for 30 days, okay. for 6 hours per day. Hello. The buyer can, if some, for example, a buyer is very experienced, they might tell the seller that, hey, we just need training for 5 days and you okay. can go. But most of the time, we'll embed the training within the purchase agreement. So when they're buying the business, it's not that the previous seller just give them the keys and they're gone. Nice. So they're going to have the training. So we manage the entire process to close. And once we close it, there's a lot more things that come with closing. Someone might have a business that has liens on it. Mm. You see what I mean? نقطة مهمة هيدي by the way. Right. So we'll make sure we, you know, protect the buyer from any liens that the business has. We search UCC filings to make sure there's no liens on the business. And then if let's say you're the seller of the business, you give this business to a buyer and the buyer does something that brings a problem to the business. Let's say they do something that's not legal. Mm. Now the business was registered in the previous seller's name. Okay. So there has to be documentation at closing to protect the seller that the seller says that I'm selling this business. Anything after today is not my responsibility. Nice. So all those protections have to be in place besides the process that we're going to help the buyer and the seller to go with to get to closing and then make sure that the buyer is going to get the proper training from the seller. They're transferring the equipment that was promised to the seller mm-hmm. from the seller to the buyer. So we're managing a very complex process and we actually take it from the start So انتم من A ل Z ساعتها كأنه انتم عم تبيعوا بزنس ولا عم تشتروا بزنس لحدا whether you guys are selling that business or you're buying it for someone عم تتأكدوا كل شيء معمول بالطريقة القانونية كل شيء معمول كفاليو عم يتحدد الفاليو exactly. بالطريقة الصحيحة وبيست على فورمولا وعلى علمه هلأ بنحكي فيها نحن بعد شوي وعم تحموا البيع وعم تحموا المشتري أشرف بعدك معنا ولا أشرف تركنا حتى نتأكد إذا بعد عندك شيء سؤال يا أشرف بعتقد أشرف تركنا أكيد إذا حيلا واحد عنده سؤاله كان كتير حلو by the way لأشرف لأنه كتير عالم بيقولوا يخي أنا شو بدي هذا بروكر يجي ما بعرف شو هيك أنا خلص من راسي لراس ال you know راسي لراسه للبيع أو للمشتري خي أنا بخلص هالمعاملة وشو بدي هذي فوت بروكرش بيناتنا بس كتير عالم ما بيطلعوا يعني إذا أنت you're selling your business أنت ما بتعرف يمكن شو الفاليو تبع البزنس يمكن بس تطلع على الكاش فاليو الكاش فلو شو عم يعمل البزنس وبتمنه بهالطريقة بس لما واحد بروكرج عم يجي عم بيطلع على كل شيء بقلب البزنس على اسم البزنس على المصاري اللي بيعملها البزنس على الإكوبمنت الموجودة بقلبه لهالبزنس على المنطقة اللي موجود فيها البزنس تطلعوا على كتير شغلات يمكن البزنس أونر منه بينتبه لها لحتى تعلموا من الفاليو تبع هيدا البزنس وإذا أنتوا كمان عم تشتروا بزنس لحدا كمان يمكن هيدا اللي عم يشتري البزنس رح يطلع على كل شغلة على كل ديتلز يمكن يجينا مس أديتلز لأنه exactly. أنت منك ملم بكل شيء يمكن انت عندك شويه مصاري على جنب مثل هلا معهم العالم شويه مصاري بيكوز طلع لهم ان امبلويمنت او طلع لهم شيء او طلع لهم مصاري او ستيمولس حدا معه عامل مجمع شويه مصاري بده يعمل فيهم انفستمنت بده يشتري Absolutely. يمكن بيكري بده يشتري مطعم بده يشتري ميكانيك شوب بده يشتري تراكنج كومباني مزبوط ما بيعرف شو هي الطريقه المناسبه لحتى يقوم بالطريقه ليحمي حاله ويتاكد انه هو عم يشتري هيدا البزنس بالطريقه المزبوطه Absolutely. فانا كثير بدي شدد لمستمعينا على اهميه هيدا الموضوع اليوم وأنا بشجعكم صراحة حيلا واحد صراحة أنه يشتري بزنس حيلا واحد أنه يبلش بزنس وهلأ بدنا نحكي بعد شوي شو الفرق بأنه الواحد يبلش بزنس
ويشتري بزنس you know yeah. And to add on to that, it's there's two other important aspects that we bring to the table as compared to you know any other person that's a realtor, for example. We do everything confidentially. So, and we find a buyer confidentially. Hello. So that's the biggest value. Besides the process and to make sure everything is done properly, we're able to find the right buyers. So within our company, we have a database of about 6,000 buyers that we usually sell to. So عم بيحكي هارون عم بيقول أهمية العمل تبعهم وهيدي كتير بزنس بيطلعوا عليها شركات لما عم بيبيعوا البزنس تبعهم انه هو كل شيء بيتم بطريقة سرية حتى لما بيبيعوا البزنس وبيعملوا advertisement لحتى يبيعوا هيدا البزنس ما بيذكروا اسمه للبزنس فاهمين كيف؟ كل شيء بيكون confidential يعني كل شيء بيكون بطريقة سرية احتراما لحتى ما يتأذى هيدي الشركة اللي عم تنباع وهن عندهم database يعني عندهم network وعندهم معلومات تقريبا 6000 بائع عندهم اياه هن بيبعتوا لهم ايميلز بيبعتوا لهم كوميونيكيشنز لما بزنس او شركه بتنزل على البيع هيك بيسرع بموضوع البيع هيدي البزنس. طيب هارون اذا بتسمح لي انا بدي اروح على بريك تاخرنا على البريك ست دقائق بس كان معنا اتصال وكان سؤال كثير مهم راح نروح على بريك كثير قصير اول البريك بالحلقه وبعد البريك بنكمل حلقتنا مع الاستاذ هارون بهاتي من كابيتال كابيتال بزنس بروكرج موجودين هني في مدينة فارمينغتون هيلز بس كمان البزنس انتو بميشيغان كلها بتشتغلوا مش كل ساوث ايست ميشيغان كل ساوث ايست ميشيغان حلو واحد بأي منطقة انتو موجودين هارون بيجي لعنكم رقم التليفون هو 248-855-7752 رقم التليفون بعد مرة هو 248-855-7752 هيدا رقم الأستاذ هارون بهاتي بيحكوا عربي بيحكوا إنجليزي حتى لغات تانية كمان بتتواصلوا معهم الاستشارة مجانية إن كانوا أنتوا عندكم مصاري بتعملوا انفستمنت تصيروا شركة أو حضرتك أو حضرتك عندكم شركة وحابين تبيعوها بطريقة إنه قانونية منيحة طلعوا the best value of it حتواصلوا مع هارون وهارون من المميزين صراحة في هذا المجال to be honest with you مش كتير الشباب عرب فايتين بهذا المجال بعتقد هو من كتير أشخاص النوادر اللي فايتين بهذا المجال وعم بيحققوا نجاحات كتير كبيرة تواصلوا معهم رقم التليفون 248-855-7752 بريك ومنرجع مع الأستاذ هارون بهاتي. مزاد الولايات المتحدة للفضة والصباح جميع منتجاتنا مصنوعة يدويا من الألف إلى الياء أو منطقات باليد أو من التحف والأنتيكات النادرة مصادرنا متنوعة من البحرين حتى مصر والعراق وصولا إلى إيران وتركيا نحن نضع في خدمتكم فقط الأحجار الكريمة الطبيعية ولا مكان للغش عندنا للاتصال 208-856-8658 أو تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك آب US مزار آب هو شهر توعية المتبرعين من الأقليات وهو كذلك وقت للتعرف على أهمية التبرع بالأعضاء والعين والأنسجة وتوحيد أصواتنا لإنقاذ الأرواح ألا وهناك حاجة ماسة في مجتمعاتنا لذلك حيث أن الكثير من الأشخاص يموتون بسبب انتظارهم على لوائح طويلة لعملية زرع قد تنقذ حياتهم وبما أننا في مجتمع متعدد الثقافات فإن الحاجة لذلك أكبر الأمر ليس بالمعقد كل ما علينا فعله هو توعية من حولنا سواء أفراد عائلتنا أو أصدقائنا انضم إلينا وساهم في إنقاذ حياة الكثيرين golm.org/letstart التصاميم الأنيقة التي تبحث عنها بالألوان المفضلة لديك وبالأسعار المناسبة لك جدد أثاث منزلك اليوم مع Happy Home Furniture لتجلب السعادة إلى منزلك عروض مميزة على كافة أنواع الأثاث المنزلي ومنها جلسات العربية مع تقسيط مريح لمدة 6 أعوام من دون فوائد اذكر هذا الإعلان واحصل على ضمان لمدة 5 أعوام Happy Home Furniture في مدينة ديربون وميلفندل 5100 شايفر رود 313-436-0509 حابب تشتري بيت وعم بتدور عمين يساعدك؟ كنت عامل بانكربسي أو عندك لو كريدت سكور؟ جاي على البلد جديد أو دخلك محدود؟ لا تفكر ولا تحتار لك المشكلة وإلها حل خصوصا مع خبير القروض العقارية علي دهيني خبرة ودقة ومصداقية وبالنهاية ما بتلاقي إلا قرضك معك ومفتاح بيتك بجيبتك Top Mortgage Company You Dream It We Achieve It 313-247-4844 or 248-841-4000
اكيد بنرجع لكم بحلقتنا من برنامج شو الاخبار واتساب تاك شو معي انا حسين هاشم. هذا البرنامج المقدم من واتساب ميديا نتورك شو الاخبار ويب تي في. اكيد فيكم تحضرونا وتتابعونا على فيسبوك انستغرام تيك توك كمان صار عندنا اكونت على اليوتيوب شانل تبعنا وعلى الويب سايت اللي هو www.whatsappmedianetwork.com. حتى هذه الحلقه وكل حلقات اللي بنعملها على الراديو بتكون متوفره على قناتنا على اليوتيوب وعلى الويب سايت. فيكم تستمعوا للحلقه وإذا if you missed قسم من هذه الحلقة فيك تستمع للحلقة كلها على القناة اليوتيوب تبعنا أو على الويب سايت. أكيد مكملين مع الأستاذ هارون بهاتي من Capital Brokerage Business Brokerage. رقم التليفون للتواصل معهم هو 248-855-7752. أكيد كمان اللي بيحب يشاركنا بموضوع الحلقة على الراديو قبل شوي أشرف دق وكان اتصاله كتير حلو. عطول أنا بشجعكم تدقوا وتتصلوا وتسألوا سؤالاتكم وتشاركوا بالبرنامج لأنه هناك إضافة إلى البرنامج من خلال سؤالاتكم. رقم التليفون على الراديو هو 313-769-6666 ومن كندا رقم التليفون 519-256-1023. أكيد رقم مرة التليفون هو 313-769-6666. نتحدث اليوم عن بيع الشركات وشراء الشركات كمان و تحدثنا قبل الإعلان شو هو الفرق ما بين إنه العقاري اللي عم بيبيع commercial property وما بين البروكر اللي هو عم بيبيع الشركة وعم بيتمنها للشركة. وبدأنا بالحديث عن طريقة الشخص كيف بيعملوا الفاليو أو التمن تبع هيدي الشركة. وكمان أشرف سأل سؤال كتير حلو عن موضوع الفرق ليش الواحد لازم يحط بزنس بروكج ليبيعوا له البزنس. فكمان جاوبوا الاستاذ هارون عن هيدا الموضوع. فمكملين معكم هارون. خلينا نتحدث هلا حاليا عن كنا عم نتحدث قبل ما يدق اشرف عن valuing your business. انتو لما عم تفوتوا على هالبزنس كيف فيكم تحددوا السعر تبع هيدا البزنس او الفاليو تبع هيدا البزنس. تكلمت اول شيء عن ثلاث شغلات. قلت انتو بتطلعوا على الاونر سالري اذا صاحب الشركة قديش هو السالري تبعه قديش معاشه. تحدثتوا على البروفيت تبع البزنس قديش هذا البزنس عم بيعمل مصاري. وتحدثت حضرتك على البيرسونال اكسبنسز تبع الاونر عن المصاريف تبع صاحب الشركة. سو بتاخدوا انتو هول ثلاث ارقام بس هول ثلاث ارقام تطلعوا عليها ولا تطلعوا على ارقام تانية؟ Yes, these are the primary three values numbers that we take. Okay. ورجعت قلت لي حضرتك انه 2 times أو 2.5 times الـ value. شو هي هذا الرقم؟ Total. So if you take أعطيني example I'm going to give you an example. So let's say the owner's salary plus the profits plus any personal expenses equals to $100,000 a year. تمام. هو ثلاث أرقام طلعوا 100,000. Okay. That's what the owner takes home from the business. That's the total benefit that he gets. So you're going to multiply that by 2 or 2.5. So that would be the value of the business is between $200,000 and $250,000. Hello. That's the value of the business. Oh, okay. So this is the formula. انتو كيف بتمنوا الشركة بشكل عام. اكيد في details تانيين. بس بشكل عام تطلعوا على هودي ثلاث ارقام. شو هو الرقم اللي بتوصلوا له بهودي ثلاث ارقام؟ هو usually ضرب 2 أو 2.5. Yes. بيكون هو الvalue تبع الشركة اللي انتو عم تطلعوا عليها. That's most businesses. Most businesses, that's going to be the value. There's some businesses... when it comes to medical businesses like pharmacies, doctor's offices, when we go into businesses like those, the valuation differs a little bit. But most businesses, I would say 80% of them, they can use this formula to know what their business is worth. قبل شوي ذكرت أنت أنه أوقات الاسم تبع البزنس بيفرق، أوقات اللوكيشن، أوقات قلت لي في شغلات تانية مثل customer database. هل يا ترى كمان هودي بتزيدون على هودي الوحدات ولا لا؟ No, so that is... what do you use to make this money? تمام. Right? تمام. So الاسم, if you have a very popular name, everybody knows your name, this means you're going to be making more money. That's right. But if someone comes in as the owner, if you are selling the business and you know that you make that money, but you have no database, you cannot give the next buyer who's coming in that's going to buy the business, if they can't get that information from the customers, if you're not giving them the name, then there's no value. So all of that is being used, the name of the business, the processes, the employees that you have, the database that you're using, is being used
to make the money for the business. خليني أسألك، في كتير businesses عندي اسمين لسؤالي، two parts للسؤال. Sure. أول part إنه يمكن business عنده multiple location. Yes. فمين كيف ما بده يبيع كل locations، بده يبيع location من هاللocations. Okay. وتاني شيء في عندك شركات businesses ما بدهن يبيعوا اسم الشركة، يعني مثل مطعم ما بدي يبيع اسمه للمطعم، أنا yeah. اسمه هيدا it's very popular خي، بديش بيعك. Yeah. Yeah. أنا بس بدي بيعك الإكوبمنت والمحل اللي أنا فيه وما بعرف شو. Yes. كيف هذي بتصير؟ So that one is, it's a, you know, it, once it comes to that, then it's basically just an asset sale. Then we're okay. gonna call in an appraisal. We know what the value of the property is in the building. تمام. Then we have people in our team that can value the equipment as well. Okay. Then we're basically, you know, if the building is worth 200,000 plus the equipment is worth 250,000, we're just gonna value it based on the value of the assets. Okay. There's no so value. So عندما عش في value business عم تحكي صار في value assets بهيد الحالة. Exactly. هيدي مهمة هيدي النقطة. Because if the name, because a lot of times. ما عش لازم ال owner يشجعك على اسم ال business يعني لأنه أنت ما عم ببيعك اسمه لل business. Exactly. أنت عم تاخد مطعم let's say. Yep. وكان المطعم اسمه X. Yes. صار أنت هلا بكتشي لازم تغير اسمه المطعم لأنه ما بيعك اسم المطعم for example. ساعتها أنت عم تشتري equipment صرت هون. Yes. يعني لازم تعمل value لل equipment مش value لاسم المطعم. اسم المطعم. Because if you have the website, you have the name, حقل, you know, المطعم, then you have the phone number for the مطعم. مزبوط. If you have all those things, people, when they're going to, let's say, you know, XYZ restaurant, they're going to get the number, they're going to call that number, they're expecting that, you know, XYZ restaurant is going to answer and they're going to order from them because they're happy. مزبوط. With their service. They are happy with their food. They are happy with how timeliness they are. مزبوط. If you're going to take all of that away, وتغير اسم المطعم. Yeah, then, values, exactly. Then you go, you can go somewhere else and buy a property and open up a new restaurant. مزبوط. And build everything from scratch. هيدي نقطة كتير مهمة بهذا. Yeah. هيدي نقطة كتير مهمة. لما أنت عم تشتري شركة ما عم بيبيعوك اسم الشركة. فاهمين كيف؟ عم بيعطوك صرت أنت هون بس عم تشتري equipment يعني عم تشتري معدات exactly. صرت انت بهالحالة you can go anywhere buy equipment buy you know a property open up a new restaurant. طب يمكن يقول لك انا طب ما انا انت بعدك بنفس اللوكيشن تبعي والزباين تبعي رح يجوا لعندك يعني exactly that's what the value is okay. بعدين and more importantly the employees the cook in the restaurant if I'm planning to open up a restaurant and I'm not a cook I will go buy a restaurant that already has a cook there as employees there and I can just go buy there and start operating tomorrow. والله نقطة مهمة كتير يا هارون. Absolutely. أكيد مكملين نحن مع الأستاذ هارون بهاتي من Capital Business Brokers. رقم التليفون للتواصل معهم هو 248-855-7752. حيلا واحد عنده سؤال بيحب يشاركنا موضوع الحلقة اليوم رقم التليفون على الراديو هو 313-769-6666 هارون خلينا نتحدث هلأ عن أنه let's say أنا عندي شركة وبدي بيع على هيدي الشركة doesn't matter what الشركة مثل ما عم نحكي نحن خلينا نرجع نذكرهم أنه الشركة فيها تكون مطعم فيها تكون ميكانيك شوب فيها تكون كار ديلرشيب فيها تكون تراكينج كمباني فيها تكون بانكويت حيالله شركة أنا عندي شركة بدي بيع على هالشركة كيف بحضر حالي لبيع على شركة؟ How do I prepare to sell it? So the first and foremost, the most important thing is getting your bookkeeping in order. Okay. As a buyer, as a broker, first thing I want to see is how much money you're making. تمام. How much money is the business making? Okay. So you have to be organized to make sure you have all your financials ready. Okay. You're doing your bookkeeping. So if let's say you're backed up on bookkeeping, you haven't done your bookkeeping in a while. Yeah. Before you're about to call me or take it to market yourself, call your accountant, get your bookkeeping in order, make sure your financials are ready. So financials ready, أول شيء. So أهم شغلة أنت قبل ما بدك تبيع شركتك, you gotta make sure أنه كل شيء خاصه بالحسابات تبع الشركة يكونوا جاهزين ويكونوا منظمين. Absolutely. ومش كل وادي عصر مثل ما بنقول نحن بالعربي. يعني exactly. يكون everything in good. So first step, financials. الحسابات, bookkeeping, make sure it's good. Yes, absolutely. تمام. شو second step? Second step is make sure all your documentation is in order. مثلاً, if you have a lease, you're leasing your business, you don't own the property, make sure you have your lease agreement with you. If you are in the medical business or you're in the automotive business, make sure all your licenses are up to date. Mm-hmm. You know, you don't want to have a buyer come in and your licenses are expired.
You know, so you want to make sure all your, you know, if it's a franchise, make sure your franchise is up to date, your franchise agreement is not expired. You know, if you have any contracts with your customers, which is a very high value. When you're about to sell your business and you have a contract with a customer for, let's say, 1 year, where the customer is going to keep buying from you for 1 year, that's very valuable. Very valuable. So you want to make sure all your documentation is in order. So the step الثاني بعد إنه الحسابات يكونوا مرتبين وجاهزين, الأوراق تبع الشركة, يعني إذا كانت الشركة for example مستأجرين مطرح المحل اللي هني موجودين فيه, يكون lease up to date. إذا أنت عندك البزنس أنت تبعك requires إنه أنت يكون عندك licenses بقلب هيدا البزنس, كمان لازم تكون مأكد إنه هيدا license منا expired, مش خالص تاريخها. Let's say انت يعني فرانشايزي مثل for example عندك تيم هورتن او عندك for example برجر كينج او عندك حيلا يعني فرانشايزي, كمان بدك تتأكد ان الفرانشايزي منا expired. و let's say كمان انت عندك عقود شراء وبيع مع customers, مع زبائن, كمان هيدي كمان بتجيب لك value للبزنس تبعك او للشركة تبعك, كمان لازم تتأكد انه هودي الاوراق يكونوا موجودين. شو اللي بعده استاذ بهارون؟ Absolutely. Just make sure the place is clean, it's organized, it looks good, so when someone is going to come in there's not a mess, things everywhere, make sure it's all clean, presentable, and you can, you know, you're proud to show it to someone. Yeah, that's just the basics, you know. بعتقد هيدي لازم تكون common sense. Exactly. النقطة الثالثة إنه المحل يكون نظيف مرتب لما حدا يجي يشوفه. Exactly. You gotta make sure it's well organized. And lastly, the most important thing, even you're thinking about selling the business, but keep running the business like it's not for sale. حلو. Because the most important thing is when we're bringing a buyer and they want to see this business, they want to make sure it's running good, everything is in order, all the employees are working, you're working. Because a lot of times, well, not a lot of times, but sometimes we experience that a seller wants to sell the business, they put the business on market, and they're just like, oh, we're done. Oh, wow. No, that doesn't mean you're done. You got to keep running the business till the day we close, till the buyer signs the document. Okay. And you sign the document, that's when you're done. هيدي نقطة مهمة, by the way. لما أنت عم تحط شركتك للبيع, يعني لازم تضليك عم تشتغل بهيدي الشركة وتخليها running بالطريقة النورمال, بالطريقة الطبيعية اللي أنت معود العالم عليها, لحتى كمان ما تأذي حالك أنت عم تبيع هيدي الشركة, لأنه بتأثر على الطريقة اللي يمكن تبيعها فيها. Absolutely. كتير كتير نقاط مهمة هارون عم تحكيها اليوم. So هيدي حكينا عن أربع نقاط مهمين. Absolutely. بس الواحد بده يبيع الشركة تبعه, اللي هي الفاينانشلز, الحسابات تبع الشركة, الدوكيومنتيشن اللي هني الوراق تبع الشركة, إن كان الوراق الليس ولا اللايسن ولا إذا في كونتراكت أو فرانشايزي يكونوا جاهزين. Absolutely. تحدثت إنه المكان لازم يكون نظيف ومرتب, clean and organized, وكمان آخر نقطة keep running that business بالطريقة المضبوطة لحتى ما يصير في غلط بالبزنس, أكيد بالطريقة اللي عم يصير فيها. أكيد حلو, واحد بحب يشاركنا بالحلقة, رقم التليفون هو 313-769-6666, 313-769-6666. وكمان بحب يتواصل مع الأستاذ هارون بهاتي مباشرة, رقم التليفون هو 248-855-7752. هارون, كتير عالم بيقول لك, you know what, أنا خي ليش بدي اشتري شركة, ليش بدي اشتري مطعم أو ميكانيك شوب أو شيء, طب ما أنا ببلشه, I'll start one from scratch, يعني من nothing, أنا بيجي ببلشه, شو الفرق وليش أنا, يعني شو بتفضل, أي واحدة بتفضل أكتر أنت؟ That's a very very good question. Yes, absolutely. So when you're starting a business, the riskiest time is when you start. مزبوط. Because you don't know if you're going to have customers, are people going to come and buy from you, why are they going to come and buy from you as compared to someone else, unless you have a very very unique and smart idea, yeah, you can look at it as absolutely. انا ولا مره انتبه لهي النقطه. So the riskiest time is when you start. So there's a chance you might spend all this money and start this business and you fail. Yeah, you keep putting money into it and you fail. So the most important thing is when you're buying a business that's already operating, it's already making money, it lowers the risk dramatically. بس بدك تتأكد انه انت البزنس اللي عم تشتري is making money. It's making money already. لأن في عالم اوقات بيشتروا بزنس هارون, بيشتروا مطعم,
كل مطعم عم بيخسر بيجوا هن بيفكروا انه هن they gonna يعني يقلبوا القصة ويصير يشتغل المطعم بس you can buy a failing business too but you have to, you're not gonna get pay as much for a failing okay. business as compared to a business that's making money. نحكي عنها. Yeah. So ذكرت النقطة الأولى أنت أنه ليش الواحد يمكن لازم يشتري بزنس already مبلش ما هو يبلشه للبزنس لأنه أول نقطة أول ما تبلش البزنس أنت رح يكون في عندك خطورة هل يا ترى هيدا البزنس رح يقدر يعمل مصاري Absolutely. رح يقدر لتسي أنت حاطط 100,000 في لهالبزنس لتبلشه هل يا ترى أنت رح تقدر تبلش تعمل مصاري ولا بقدليك تحط مصاري في لهالبزنس Exactly. ورح تخسر فمين Absolutely. هل يا ترى أنت قادر أنه تجيب زبائن على هالبزنس هل يا ترى قادر أنه تبيع الخدمات أو تبيع البرودكتس اللي أنت بلشتهم هاي نقطة كتير مهمة And you can see a business مثلا someone is retiring right and they're selling a business that they have had for 20 years حلو. right they might be using old methods to run the business they might not be using social media أي. they might not be on the internet they might not be on google مزبوط. now you can buy this business it's already running and it's already making money and you can improve on it والله by for example if someone is retiring they might not you know they're not very used to social media that's a lot of the businesses that we're selling right now a lot of the buyers they're younger people and they're buying these businesses from people that are retiring يعني في عالم عم بيروحوا على التقاعد وما عم بيستعملوا الطرق الجديده بالدعايه للبزنس exactly. يعني بعدهم على الطريقه القديمه يعني وما لهم خلق يعني يحسنوا بالبزنس عم يجي اشخاص من عندكم هلا عم يشتروا هول البزنس عم يجيبون عم يشتروا يمكن بسعر منيح للبزنس exactly. عم بيجوا يفوتوا على هيدا البزنس عم بيحطوا تكنيكس جداد تكنولوجي the new methods of marketing that's just one example that you can may improve the business from marketing Hello. but there is many other ways you can come in bring more products in there you can make the process more refined so it can when you're buying a business from you know someone that you can buy this business and improve yeah. on it and you might get the business at a very good price with the way it's running and you can dramatically increase the income مزبوط. of the business مزبوط هارون احنا بدنا نروح على بريك رقم 2 بالحلقه اخر بريك هذا الحلقه اكيد قبل ما نروح على بريك تحياتنا لكل اللي عم يستمعوا لنا على 102.3 اف ام اليوم عم نتحدث عن الوساطه التجاريه او بزنس بروكرج معنا الاستاذ هارون بهاتي من كابيتال بزنس بروكرج عم نتحدث فيه عن طريقة انه الواحد يبيع بزنس او يبيع شركة او يشتري شركة بعد الحكي تحدثنا هلأ قبل شوي شو الفرق ما بين انه الواحد يبلش هو شركة وما بين انه هو يشتري شركة اوريدي موجودة بس نرجع من الاعلان رح نتحدث شو هن الفاينانسينج اوبشنز الموجوده للشخص لما بده يشتري الشركه فخلينا نروح على بريك كتير سريع قبل ما نروح على البريك بحب اذكركم برقم تليفون استاذ هارون اللي هو 248-855-7752 واكيد يا الاستشاره مجانيه فيكم تتواصلوا معه لحيالا سؤال عندكم اياه خلينا نروح على بريك وبنرجع لكم يقدم لكم مطعم باشا جريل أفضل مأكولات وأشهى الأطباق اللبنانية وشرق أوسطية تتضمن تشكيلة مميزة من المقبلات والسندويشات والمشاوي المشكلة والدجاج وسمك المشوي على الفحم الطبيعي نرحب بكم في مطعمنا على مدار الأسبوع العنوان 26951 4 Road Dearborn Heights, Michigan 48127 هاتف 313-395-22 شركة N&F تقدم لكم تشكيلة واسعة من الكمامات والقفازات والمعقمات خياراتنا كثيرة وأسعارنا مدروسة الكمامات الزرقاء Blue Face Mask كمامات KN95 وقل الوجه Face Shield قفازات شفافة Vinyl Gloves قفازات Latex القفازات الزرقاء والسوداء Blue and Black Nitrile Gloves ميزان حرارة بدقة عالية Infrared Thermometer وأخيراً معقمات لليدين Hand Sanitizer نفتح من الاثنين حتى الجمعة من الساعة 1 PM حتى الساعة 7 PM العنوان 4929 Schaefer Road Dearborn خايفي على أولادي كتير بس ليش؟ خايفي بالصيف يطيروا كل شي تعلموه بالشتاء ومين قال إنه ما في حل؟ الحل عند Educare Student Services البرنامج الصيفي ما خلى مشكلة ساعات تدريس Reading, Writing, Math وعربي نشاطات مختلفة ومسلية طبخ وفنون وأشغال يدوية بالإضافة إلى اختبارات علمية وصفوف روبوتكس وبعدك بتقلي لي خايفي على أولادك؟ يلا شو ناطرة اتصلي وسجليهن 313-566-3733
بدك تقدم على الجنسية ولغتك ضعيفة؟ بدك تنخرط بمجتمعك وتقوي لغتك الإنجليزية؟ مدارس ديربن العامة بتقدم لكم دورات تعليمية للغة الإنجليزية، فيكن تحصلوا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أو الحصول على شهادة GED. الدورات بتتضمن صفوف صباحية، صفوف مسائية وبأكثر من موقع بديربن، وحتى الصفوف متاحة للمدن القريبة كمان. للتسجيل الاتصال بديربن Adult and Community Education 313-827-1900. أكيد بنرجع لكم بحلقتنا من برنامج شو الأخبار واتساب تك شو، معنا حسين هشم وضيفنا الأستاذ هارون بهاتي من كابيتال بزنس بروكرج. رقم التليفون للتواصل معهم هو 248-855-7752. أكيد بعد معنا وقت، حيلا واحد بيحب يتصل بالراديو يسأل حيلا سؤال، معنا خمس دقائق تقريبا. رقم التليفون للراديو هو 313-769-6666. استاذ هارون، خلينا نحكي هلا عن موضوع الفاينانسينج. انا بدي I wanna buy or I wanna sell، خيي what are the financing option؟ هلا الفاينانسينج هو اللي بده يبيع ولا اللي بده يشتري؟ It's for whoever selling or whoever buying. Well, the person that's buying it, of course. But the selling, if someone owns a business and they want help financing for capital that they need, we can help them with that too. But most of the time the buyers, when they're trying to buy a business, they want financing. So for example, I'll use it as an example. So let's say there's a mechanic who's been working at a mechanic shop for the past 10 years. And he wants to now open up his own mechanic shop. Okay. يعني واحد كان عم يشتغل ميكانيكا عند حدا. I'm not the example. واحد كان يشتغل ميكانيكا عند حدا. هلا هو بده يفتح mechanic shop لقاله لحاله. Exactly. Okay. So let's say we look at a mechanic shop. It's worth $200,000 for number purposes. So now there's, of course, not a lot of people have $200,000 in cash. They might have some money saved up and they want to go in and they want to buy this business. Hey. So there's two options for financing remaining that the buyer will have. One option is there's a lot of times most sellers will finance the business for the buyer. Oh, well, yeah. Okay. So let's say the mechanic shop is $200,000. The owner is retiring. He wants to sell it. We have someone that wants to buy it. They can come in and, let's say, for example, put $100,000 down as a down payment. Okay. They can do $50,000 down payment. So that's a unique case. Some sellers might do it at a small part, down payment. Some of them might require half of it down. And then the remaining amount that's left is financed usually over 5 years. Oh, wallah. Yeah. So that's called seller financing. So هيدا هو السيلر اللي عم ببيعك الشركة تبعه، هو Absolutely. في يعمل لك الفاينانسينج. Absolutely. هي أول option. That's أول option. حلو. That's the most. That's very common when it comes to small businesses. Oh, okay. Because a small business is being exchanging hands from one person to another. حلو. There's people that don't have that much money in cash. مش بكل الأحيان أنت، let's say أنت عم تشتري شركة حقها 200,000، مش بكل الأحيان أنت لازم يكون معك 200,000. يعني exactly. أنت الأيديا اللي عم يوصلها لكم أستاذ هارون، إنه يعني ما تفكروا إنه let's say أنتوا معكم let's say 50,000 بجيبتكم هلا، وبدكم مطعم او بيكري او ميكانيك شوب او حالة شركه حابين تشتروها حقها يمكن 200,000 او 300,000. ما تفكروا انه انتم لازم يكون معكم مبلغ كامل، في عندكم طرق لحتى تشتروا هيدا المحل اللي انتم عاجبكم او الشركه اللي معجبتكم بدون ما تدفعوا المبلغ الكامل. واول طريقه كان عم بيقول انه اللي عم تشتروا منه الشركه صاحبها في يعمل لكم مثل فاينانسينج، يعني بتعمل لكم فاينانسينج على 5 سنين او 10 سنين حسب انتم شو متفقين انتم وياه. شو الطريقه الثانيه؟ So the easiest one is seller financing. عشان you can have bad credit, you can have the seller is financing you, they're financing you based on your down payment and your experience. كتير حلو. A second option, al bank. تمام. The bank has special programs to finance businesses. Okay. So for example, a mortgage broker can finance a house or they can finance a commercial property, but the government offers banks to lend money to businesses, to buy businesses specifically. So that program can, so that one they're requiring to see good credit, but the down payment is smaller with bank financing. Usually, typically speaking, the banks will require 20% down to buy a business. So we come back to the same example for the mechanic shop. For $200,000, the bank will require $40,000 down. Okay. Right, to finance it from the bank. But in that case, they want to see experience for the buyer. Okay. Because it's not a property that you're buying. It's a business you're buying. Hello. So the bank wants to see, and the government guarantees the loans for businesses.
and they want to see, okay, if you're a if you're buying a mechanic shop, what experience do you have as running a mechanic shop? Have you been a manager at a mechanic shop for the past 5 years? Are you a mechanic yourself? So if your experience is in line, you have 20% down, you can buy this business. Al bank. From the bank. حلو. So غير إنه البنك بيعطيكم mortgage for example حتى تشتروا بيت أو تشتروا commercial building كbuilding يعني. البنك في عم بيقول أستاذ هارون في عنده برامج ليعطيكم loan لتشتروا الشركة لتشتروا البزنس كمان. كل اللي لازم يكون إنه لازم أنتوا let's say أنتوا بدكم تشتروا مطعم يكون عندكم خبرة إنه تمشوا هيدا المطعم أو إذا تشتروا mechanic shop لازم يكون عندكم خبرة أو experience بهذا الموضوع ويكون معكم 20% down. Absolutely. حلو. طب هيدي منيحة كمان. In some cases if you have excellent credit, you have very good experience, you can even buy a business with 10% down. We've done many deals where buyers came in, put 10% down. طب منيحة هيدي. Absolutely. So عم نحكي نحن أول شيء seller financing. أنت اشتريت منه الشركة, هو بيعمل لك financing للشركة اللي اشتريتها منه. للبزنس. والطريقة الثانية هي البنك financing. كمان من خلال طريق البنك عندهم برامج لهذا الموضوع مدعومة من ال government. Absolutely. شو بعد في غير هيك financing ولا هو financing those are the two popular options, the most common options. أيها أكثر شيء العالم بيستعملوه ال seller one. Yeah, seller one. Most of the small businesses, especially businesses under you know $200,000-$300,000, or even some businesses are $150,000-$125,000. Those smaller deals, most of the time, the seller will finance the note. طب هارون بدي اسالك انا شو عندك يعني هلا انت وين عم ببيع بزنسز هلا يعني هذا على خارج نطاق الاسئله اللي احنا متفقين عليها وين عم ببيع بزنسز هلا حاليا انت وين عندك هلا بزنسز محطوطه للبيع بدون ما نذكر اسامي اكيد oh but we have them on our website most of the time so if someone wants to visit our website it's capitalbusinessbrokerage.biz but you can always google capital business brokerage and our او دقوا لهارون وبيبعث لكم تكست مسج اسم الويب سايت وفيكم تشوفوا يعني انتم عندكم ويب سايت وعلى الويب سايت حاطين ليست بهول البزنسز Absolutely. اللي موجودين Yeah, we have probably 30 businesses listed right now. والله عندكم شي 30 شركه تقريبا هلا حاطينها باي مناطق بميشيغان all of them معنا بالوين كاوني اوكلاند كاوني ماكوم كاوني that's our most popular locations. سو حلو واحد عم بيدور على بزنس في يطلع لعندكم على الويب سايت ليتس سي يطلع لعندكم على الويب سايت او انتم منكم حاطين ليستنج هلا لبزنس هو اللي هو بده اياه فيكم انتم تدوروا له على شيء محدد Yeah, let's say Anna, you know, I went on your website. Okay. You're listing 30 businesses, but that's not the kind of businesses Anna I want to buy. Absolutely. If I told you, Harun, Anna, I want to buy that kind of business, are you able to look for that kind of? So most of the time, we're representing sellers. تمام. So you will have to wait till we get that business. Yeah, most of the time, we're not going to. If you're looking for a specific business, unless it's a very unique case, we might go out and look for a business. But most of the time, as a buyer, we add you onto our email list. So as we keep getting the businesses, we keep sending you emails on what businesses we have. And, you know, but as most of the time we're selling, we're representing sellers. طب, if I'm a seller. Absolutely. How do I reach you? Call your number? Will you set up an appointment? Absolutely. The first step is call the number, call our office. You know, that's my direct line, which is the 248-855-7752. If you want to reach our office, you can call 248-855-6767. That's our main office line, so you can always call in and, you know, our receptionist will answer and you can talk to any brokers, but to reach me directly is the first number. شو بتحب تقول لمستمعينا؟ نحن وصلنا لنهاية الحلقة مرقت هيك معك الحلقة اليوم. Yeah, absolutely. شو بتحب تقول لهم ككلمة أخيرة لألك؟ Well, you know, if you're planning to sell a business, feel free to give us a call. We'll be happy to give you a free business valuation. Even if you have a commercial property, we always have a lot of business buyers that are looking for commercial properties as well. Nice. So we can help you either with commercial properties or my personal passion is with businesses, but we have the ability to help sellers in either cases. Harun, thank you for being with us. أكيد انبسطنا كتير بوجودك معنا. حلقة كانت كتير كتير حلوة. معلومات كتير مفيدة صراحة. أنا مأكد يعني أنا استفدت من الحلقة. أنا مأكد كل اللي عم يستمعوا لنا كانوا عم يستفيدوا وإن شاء الله بس يحضرونا على اليوتيوب كمان وعلى ويب سايت بيستفيدوا أكتر. حلو واحد بحب يتواصل مع الأستاذ هارون بهاتي. رقم التليفون هو 248-855-7752 248-855-7752
شو حيلا واحد عم يفكر يبيع الشركة تبعه أو البزنس تبعه، فيكن تتواصلوا مع هارون، أو حيلا واحد كمان عم بفكر إنه يشتري شركة كمان فيكن تتواصلوا معه وبقدر يساعدكم بهيدا الموضوع. بنهاية الحلقة بحب أتشكر كل اللي كانوا عم بيتابعونا، كمان أتشكر كل السبونسرز تبعنا، المحامي حميد دكروب، أليكس دهيني، باشا جريل، هابي هوم فرنتشر، فرحات انشورنس ايجنسي، ومزاد الولايات المتحده للسبح والفضه. كان معكم حسين هشام من واتساب ميديا نتورك. بعد شوي على الساعه 4:30 يعني بعد نص ساعه من هلا رح يكون على الويب تي في على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بحلقه مع الدكتور تمام محمد، فتابعونا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. اكيد كمان نتمنى انه تعملوا لنا لايك وفولو على الفيسبوك وعلى انستغرام واتساب ميديا نتورك شو الاخبار ويب تي في. كان معكم حسين هشام، الى اللقاء.